ميدو، قبل ما نروح للحالات، توقعك مني يبقى ليه الافضليه يوم الاثنين ان شاء الله، الاهلي ولا بيراميدز؟ ماتش صعب جدا، لكن الماتش اللي فات باين ان الاهلي فرقه اتقل. الاهلي فرقه اتقل، فرقه اتقل، الاهلي فرقه اتقل، نص ملعب قوي، قدر ان هو يسيطر على الـ على الـ على الماتش، الماتش الاولاني، واللي ساعدهم في كده الشكل اللي لعب بيه يوريتشيتش والشكل اللي لعب بيه بيراميدز كان مفاجئ بالنسبه لنا. بيلعب مفتوح على غير العاده، بيراميدز اقوى دفاع في الدوري لسبب، بسبب ان هم كل لعيب عارف ادوار الدفاعيه بشكل كويسه جدا، كويس جدا، المسافات ما بين الخطوط قريبه، وهو ده اللي بيميز بيراميدز، ولما بيقطعوا الكره بيلعبوا على التحولات بشكل كويس. لكن اللي حصل الماتش اللي فات لو تم تكراره في المباراه القادمه، الماتش هيبقى سهل جدا على الاهلي، لان الطريقه اللي لعب بيها بيراميدز سهل كل حاجه على كولر. مروان عطيه دايما فاضي، اللعبه ما بين الخطوط بالنسبه للاهلي في مساحات كبيره جدا يقدروا ان هم يستلموا الكره بين بين الخطوط، وده اللي احنا هنشوفه. يلا بينا.